اليوم حضرنا هذه الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية لشهر أكتوبر اللي جات في هذه الظروف، والحمد لله اللي تمت في واحد الجو يعني أخوي، جو يعني ديال التضامن. تم انتخاب فيها رؤساء اللجان والنواب ديالهم وكذلك رؤساء الفرق، وطبيعة الحال عضو المعارضة اللي غادي يمثل الجهة في الوكالة ديال تنفيذ المشاريع. احنا قدمنا واحد العدد ديال يعني ديال التطلعات، عندنا واحد المخطط استراتيجي، عندنا برنامج اللي كنشتغلوا عليه بطبيعة الحال كمكتب، وكذلك الرئيس كنشكروا الرئيس ديالنا سي كريم الشنقلي اللي صراحة اجتماعات يومية، اجتماعات ماراثونية من أجل تحقيق المطلوب، وإن شاء الله كنتمنوا التوفيق للمكتب عامة أغلبية ومعارضة. عبد الحفيظ بوسيف رئيس الفريق التجمعي بجهة سوس ماسة. كما تابعتم فقد خصصت هذه الدورة الاستثنائية للدراسة والتصديق على النظام الداخلي للمجلس بعد أن عرف عدد من التحسينات والإضافة بشأن تحسين جودة العمل والعلاقات أو تنظيم هذه العلاقات بين مختلف مكوناته، سواء من الأعضاء وأيضا ما بينه وما بين مختلف المؤسسات الأخرى. طبعا هذا النظام عرف نقاشا مستفيدا وكذلك ملاحظات في الختم. كما تابعتم فقد تمت المصادقة عليه بإجماع مختلف الأعضاء بعد أخذ الاعتبار بعض الملاحظات الشكلية ذات الطبيعة اللغوية أساسا. ثم انتقل المجلس بعدها إلى الانتخاب في إطار استكمال الهياكل، انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم، ثم رفعت الجلسة كما تابعتم أيضا. اليوم كما سبق أن قلنا هي لحظة لاستكمال هذه الهياكل التي تعتبر محطة أولى بهدف التجاوب مع مختلف انتظارات ساكنة هذه الجهة التي تريد أن نرتقي بها إلى مراتب متقدمة في المسار التنموي. نحن نستحضر كل مخرجات النموذج التنموي، نستحضر أيضا ما تحقق من إنجازات داخل هذه الجهة، ونستحضر قبل هذا وذاك الإرادة السامية لجلالة الملك من أن تجعل من هذه الجهة جهة تنموية كبرى وقطبا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا جدا من أجل الإقلاع ببلادنا إلى مصافي الدول المتقدمة. نائب ثاني لرئيس المجلس الجهوي لسوس ماسة درعا، إذن اليوم عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الجهوي لاستكمال الهياكل المجلس بما فيها الوثيقة المهمة اللي كتنظم العلاقة بين المكتب والأعضاء، ألا وهي النظام الداخلي للمجلس بعد تعديلات خفيفة اللي قام بها المكتب في الأسبوع الماضي. إذن صوتنا عليها بالإجماع، كما أننا صوتنا على النقطة المتعلقة باختيار رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، والنقطة الثالثة اللي هي رؤساء الفرق، والرابعة اللي هي تعيين عضو من المعارضة في اللجنة ديال الإشراف ومراقبة ديال الوكالة تنفيذ المشاريع. إذن الدورة كلها دازت واحد الجو أخوي، واحد كل جميع الأعضاء حاسين بالمسؤولية الجسيمة اللي كتسناهم، لأن أمامنا تحديات كبرى، وقريب العاجل إن شاء الله غنكبوا على نجدوا لو بلان ديفلوبمون ريجيونال بي دي ار، وغنستحضروا النموذج التنموي الجديد اللي جددته المملكة ديالنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.